شوط اول انتهى 2-1 بالنسبه للسيتي، نسبه استحواذ عاليه بالنسبه للسيتي 60 مقابل 40، وكريم بنزيما كالعاده يواصل تخصصه في احراز الاهداف. ايوه بكل تاكيد هي دي الريال، ما يميز الريال، الريال يمتلك كاريزما البطل. نعم يعني فريق يمتلك كاريزما البطل تماما، شخصيه البطل متجسده في فريق الريال، بدليل شنو؟ انه حد ما يتاخر في كل مره، انه الناس تحسب انه خلاص الريال خارج اجواء البطوله. كان الريال عاد في اخر أيوة اخر المباراه الريال عاد. السيتي ما يميز السيتي الوعي التكتيكي العالي والثقافه الكرويه المميزه والنهج التكتيكي الجميل اللي قاعد يلعب به السيتي، والهم زي ما ذكر الاخوان اللي هو البديل الجاهز. البديل الجاهز يعني لا تتخيل انه مندي باك اليمين باك الشمال كانسيلو ومندي ما لعبين المباراه الاثنين صح؟ يعني كانسيلو اعتقد انه كانسيلو مو عنده كروزون موقف، لا موقف ومندي بيعامل الاصابه الاثنين. ومعظم جماهير السيتي والمتابعين بيقولوا لك انه يا اخي حاليا السيتي ما بعاين لمباراه لندن، بعاين لمباراه منو؟ بعاين لمباراه مدريد. ليه؟ للغيابات اللي ممكن تكون مؤثره، لكن بعد ده قدر ينتصر. اعتقد انه يحرز هدفين في بدايه في تحدد في ربع ساعه الاول، يحرز هدفين في ريال مدريد. ده تطور فني كبير جدا جدا في السيتي. ما يعيب السيتي، ما يعيب السيتي، وهو دائما دي السيتي يعني موسمين ثلاثه السيتي بيصل دور الاربعه، بيصل النهائي بتاع البطوله، لكن ما ينطبق على الشباب السعودي، ينطبق على السيتي. ليه؟ تحس انه لسه كاريزما البطل، شخصيه البطل، الخبرات لسه ما توفرت للفريق ده، رغم النجوم الكبيره اللي بتميز بها الفريق في كل الخطوط، لكن لسه شخصيه البطل ما تجسدت فيه. يمكن في ليفربول تحس انه شخصيه البطل متوفره في ليفربول اكثر من السيتي.